هناك أدوات كثيرة تستخدم الهيدروليات لتنقل القدرة. الأمثلة على هذا تتضمن درارة عمود كيلي وعامل الحفر الحديدي ومفتاح ربط الغلاف. الهيدروليات هي طرق لنقل القدرة بدفع سائل ما محصور في جسم معين. هنا مكبس يتحرك داخل اسطوانة. السائل الهيدروليكي يملأ الاسطوانة على يسار المكبس. المساحة السطحية للمكبس تساوي 10 بوصات مربعة. إذا كانت المضخة ستضع 1000 رطل على البوصة المربعة باستخدام السائل الهيدروليكي، فإن هذا الضغط سيوضع على 10 بوصات مربعة لينتج عنه قوة تساوي 10,000 رطل. هذه قوة كبيرة متوفرة لتزويد القدرة لأدوات ومعدات معينة. هنا مجموعة قدرة هيدروليكية نموذجية تستخدم على أبراج حفر كثيرة. لها موتور كهربي أو آلة احتراق داخلي لتزود مضخة الضغط العالي بالقدرة. تأخذ المضخة المائع الهيدروليكي من الخزان وترسله خلال خرطوم من الفولاذ المقوى عالي المتانة إلى الجهاز الذي يحتاج القدرة الهيدروليكية. يعود السائل الهيدروليكي مرة ثانية إلى خزانه بعد أن يكون قد مر خلال درارة عمود كيلي أو أي أداة أخرى. لهذا فمجموعة القدرة الهيدروليكية تعرف بأنها نظام مغلق، لأن المائع الهيدروليكي يستخدم المرة تلو المرة. هناك أجهزة تحكم وصمامات وأدوات معينة على برج الحفر تشغل بالهواء. على سبيل المثال، يستخدم عامل الحفر أجهزة التحكم الهوائية على لوحة مفاتيح التحكم الخاصة به لتعشيق وفصل القوابض على معدات مثل ملفاف الرفع. يمكن أن يستخدم طاقم برج الحفر أدوات يدوية تشغل بالهواء مثل المسني أو الجلاخة، وأيضا يستخدمون آلة رفع هوائية لرفع وتحريك المعدات الخفيفة نسبيا على أرض برج الحفر. كثير من محركات الديزل على برج الحفر لها مبدئ إدارة هوائي، وهو عبارة عن موتور يشغل بالهواء والذي يدير عمود مرفق المحرك ليبدأ حركته. وأخيرا، معادل الحركة لأبراج الحفر الطافية يعمل بكمية كبيرة من الهواء المضغوط ليعوض التموج ويحافظ على خط أنابيب الحفر في مكانه المحدد.